وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من القاهرة الأستاذ فياض النعمان الوكيل المساعد لوزارة الإعلام اليمنية. مساء الخير سيد فياض. كما هو معلوم سيد فياض، الدور الذي تلعبه قناة الجزيرة كصوت للجماعات الإرهابية ومنها ميليشيا الحوثي، كيف تعلق على ضجيج الجزيرة الإعلامية الداعم بعد إطلاق الحوثيين الصاروخ الباليستي باتجاه الرياض؟ طبعا الأزمة اليمنية وتحديدا الجرائم الإرهابية والغير أخلاقية والغير مسؤولة التي تقوم بها ميليشيات الحوثي وصالح أسقطت كثير من الأقنعة التي كانت تتستر خلفها عدد من وسائل الإعلام التي كانت تدعي حرية الرأي والتعبير، وأيضا عندما كانت تدعي بأنها منصة لحرية نقل الكلمة، وهو ما تمثل وتمخض مؤخرا بقناة الجزيرة التي سقطت سقوطا كبيرا من خلال تغطيتها للأحداث اليمنية بعد أن تم كشف مخططها ومخطط النظام القطري حيال كثير من القضايا ومنها القضية اليمنية. نلاحظ أيضا بعد محاولة الميليشيات الانقلابية الفاشلة لاستهداف العاصمة السعودية الرياض بالصاروخ الباليستي الأسبوع الماضي، نلاحظ بأن اللهجة أو الصيغة الخبرية التي تناولتها قناة الجزيرة تؤكد بأن هنالك علاقة وطيدة كشفت ملفات مستورة منذ الحرب الأولى للحوثيين ضد الشعب اليمني في 2004، وهو ما يترجم بأن علاقة وطيدة أو علاقة حميمية تجمع بين تلك القناة بعناصر الإرهاب باليمن والمتمثلة بالحوثيين. هذه الرسالة تؤكد بأن كل المواد الأخبارية أو التحليلات أو التقارير أو المنتجات التي حاولت قناة الجزيرة أن تسوقها بأنها تنقل الرأي والآخر، هي تثبت بأنها تنقل اتجاه واحد، وهو السياسة العامة للنظام القطري الذي يحتضن الكثير من العمليات الإرهابية سواء في اليمن أو في المنطقة العربية. وأصبح أيضا مكشوف ومعلوم للمواطن في اليمن بأن الجزيرة بعد أن تم فضح مخططها سارعت إلى استضافة كثير من قيادة الإرهاب وقيادة الميليشيات على شاشتها، وهو ما يعزز لدى المواطن اليمني أيضا بأن هذه الوسيلة بعد أن كانت تدافع عن قضيات عن القضايا المهمة لهم أصبحت تروج لأعمال التطرف والإرهاب في كثير من الأحيان. نعم سيد فياض، يعني كما تفضلت، يعني مع سقوط مقولة الرأي والرأي الآخر المضللة، يعني بالتأكيد ليس من المنطقي إنسانيا قبل أن يكون إعلاميا تناول حدث كان ممكن أن يتسبب في كارثة إنسانية بهذا الأسلوب الشامت، وهذا ما يعكس يعني هنالك تناغم إيراني قطري حوثي. أيضا نلاحظ بأن التغطية لوسائل الإعلام التابعة لقطر حاليا تتناهى بشكل كبير مع وسائل الإعلام التابعة للحوثيين وأيضا للقنوات التي تبث من الضاحية الجنوبية أو من القنوات التابعة لنظام ولاية الفقيه، وبالتالي فإن كل القنوات وكل الوسائل الإعلامية وكل الأنظمة التي لا تريد الحرية ولا تريد العيش والمواطنة والمساواة هي تعمل على تأجيج الصراع من أجل خدمة أنظمة أو خدمة مشاريع مرفوضة. الشعب اليمني برمته يرفض كل المشاريع المصدرة من إيران وكل الوسائل الإعلامية التي تعمل على تنميع تلك المشاريع المرفوضة وتلك المشاريع الإرهابية التي لن يقوم لها أي قائم خلال الأيام القادمة، وبالتالي فهي ستسقط سقوط كما سقطت من قبلها وسائل إعلامية مختلفة. نعم، من القاهرة الأستاذ فياض النعمان الوكيل المساعد لوزارة الإعلام اليمنية، شكرا جزيلا لك.